مرحبا يوم الاحد هي الانتخابات بالدائره الثامنه تبع البرلمان الفرنسي اللي هي الجمعيه الوطنيه انتو الفلسطينيين الفلسطينيه اللي عندهم كمان جنسيه فرنسيه راح تشتركوا بهاي الانتخابات انا بعرف انه الصناديق مرات بتكون بعيده لانه أهل الدفه وحتى اهل غزه اللي طبعا هذا مستحيل انه يساوتوا بيساوتوا كلهم بصندوق بالموقع الثقافي برملا قال القدس بصوته بصندوق بالليسي فرنسي بالقدس وقال حيفا بصوته ببيت أبا خوشي اللي عنوانه موجود بهذا الإيميل إحنا بحاجة لإلكم كل صوت مهم بهاي الانتخابات لأنه قدامنا في النائب المعروف مير حبيب اللي هو بيكون صاحبه لبنيامين نتنياهو أنا بدي أقترح إشي جديد اولا اشي بدي اكون ممثله المواطنين المواطنين الفلسطينيين اللي بالبلاد المواطنين اليهود بدنا نشتغل بالمنح بالمدارس الفرنسيه بالاجراءات القنصليه يعني اشي مش معقول أنه مثلا ما في ترجمه معقوله بمواكب القنصليه الفرنسيه للعربي الاجراءات بتكون كتير كتير مركبه ومؤكده انا بدي اول اشي اشتغل بهذا الاشي مش ممكن انه المواطن الفرنسي ما فيه يتحرك بكل اسرائيل فلسطين لما المواطن الاسرائيلي ما في حاجة بفيزا لما بيروحوا لفرنسا انا بدي كنائبة بالبرلمان الفرنسي انه الحكومة الفرنسية راح تتدخل بهدول المواضيع وهذا المواضيع الصغيرة الشخصية بس أكثر من هيك إحنا عندنا مشكلة بفرنسا وبالعالم كله ولا حدا بنكد إسرائيل يعني كأنه إسرائيل بتكون محمية أنا بدي أغير هذا الإشي بلحظة إنه بتقول إشي ضد الاحتلال بتقول إشي ضد سياسة نتنياهو بيقولوا لك إنه أنت لا سامي هذا التغيير الجوهري اللي بعمل أنا بهاي الحملة ومن شان هيك كتير كتير مهم انه انجح يوم الاحد هي الجولة الاولى اذا بعدكم ما سوتو بالانترنت روحوا سوتو بالصندوق هاي الورقة اللي لازم تحطوا بالزغف وبكل الاحوال انا كتير كتير مبسوطة لانه بالايام الاخيرة جرت اتصالات مع كتير منكم وانا ممنونة بمعرفتكم ومبسوطة كتير وان شاء الله رح نكمل ونشتغل مع بعض و كريم